السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، نكمل حل أهم الأسئلة المرشحة لمادة امتحان الكيمياء. طلاب الأعزاء، عندنا السؤال الأول يقول: اكتب الترتيب الإلكتروني لكل مستويات الطاقة الثانوية. هذه مستويات الطاقة الثانوية هي البي والاف والدي والبي والاف والدي والبي، هذني مستويات الطاقة الثانوية. عندي البي 5، شوف إذا كان الرقم فوق خاف ما تعرف شنو مستويات الطاقة الثانوية. طلاب، مستويات الطاقة الثانوية هي 4، الاس والبي والدي والاف. خلنا اشرح لك اياها شوية. الاس يحتوي على مربع واحد، يعني يسمى اوربيتال واحد. البي يحتوي على 3 اوربيتالات. الدي يحتوي على 5، والاف يحتوي على 7. واضح؟ ذني لازم انت تعرفهن ولازم انت ضابطهن حتى تحل اي سؤال. لازم تعرف انه الاس واحد، وعندك البي 3، وعندك الدي 5، وعندك الاف 7. فطلاب الاعزاء، عندك هسه البي 5. البي كم مربع؟ 3 مربعات، قلنا 1 3 5. نشكل بشكل فردي، لا تنساها، احفظها من كلمة سبدف. 1 3 5 7، واحفظ وياي سبدف. 1 2 3، العفو، 1 3 5 7. فراح نجعل البي 5. البي 3 مربعات راح نرسمهن، لان 3 مربعات يحتوي على 5. 1 2 3 4 5. شوف شلون مشينا فردي وبعدين زوجي. راح نجعل اف 11، هاي مستويات الطاقة الثانوية والرقم يكون فوق. نجعله، نكمل الاف، نباوع على الاف، عندنا كلمة سبدف. 1 3 5 7، الاف 7. 1 2 3 4 5، عندك 6 7. فراح نجي نبني 1 باعه بشكل فردي، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. بهالطريقة هاي عندنا الدي 7. دي 7، نجي عدي دي كم مربع؟ 5 مربعات. 1 2 3 4 5، نجي 1 2 3 4 5 6 7. سهل وبسيط جدا. اوكي، عندك بي 4، اف 5، دي 4، هذا متكرر عندنا، العفو لا، البي هذا دي. عندنا الدي 4 والبي 3، راح نحل هذا الرابع البي 4. البي قلنا كم اوربيتال؟ 3، يعني 3 مربعات. 1 2 3، 1 2 3 4. سهل والله هذا السؤال وبسيط، وان شاء الله تجاوبونه وتاخذون درجة كاملة بالامتحان الوزاري. اللي بقت عندنا اف 5 دي 4 بي 3، هذا واجب عليكم، راح يكون تحلونه وتختبرون نفسكم، وتقدرون تدزونه على معرف التليجرام اللي راح اخليه اسفل وصف الفيديو. نشوف طلاب سؤال اخر، نشوف سؤال اخر.